السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم في قناة بروسوفت. في فيديو دلوقتي إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس نت جي أو أي. إن شاء الله النهاردة ده الدرس التاني، إزاي تعمل لوجن فورم. لوجن كده بسيطة، بس عشان إحنا إيه نبدأ نسخن في السي بلس بلس جي أو أي، نبدأ نسخن كده ونخش في البرنامج بتاع الفيجوال ستوديو كده ونبدأ نتعامل مع الواجهة. عملت كده شوية فورمة لوجن بسيطة جدا، بتاخد مستخدم يوزر نيم، بعد كده بتاخد منه الباسورد، بعد كده لما تدوس على لوجن هنعمل حدث معين. لو الباسورد واليوزر مظبوطين نعمل له حدث، لو مش مظبوطين نعمل له حدث تاني. عايز اعرف بس حاجه جديده هنا، الليبلز دي، الليبلز دي يعني كلمه انت بتحطها على الفورمه بتاعتك، بتجيبها من هنا. بس لو احنا شلنا كده تكتب ليبل، بتجي لك اهي الليبل دي، لينك ليبل دي، تبقى لينك كده صغننه كده اللي هي بتبقى تحتيها وهي بتبقى بالازرق كده، هنشرحها بعدين باذن الله. دي بتستخدم في ان انت تخش على موقع كده لو انت دوست على اللينك دي. ممكن احنا برضو نستخدم الليبل دي اللي احنا نخش بيها على موقع لو داس عليها، برضو مش مشكله. في هنا التكست بوكس بتاعنا، نشيل دي كده ديليت. التكست بوكس بتاعنا دي اللي انت تكتب فيها جواه لو احنا بناخد من المستخدم بيانات، تكست بعد كده تلاقي هنا تكست بوكس، هتشدها كده وتحطها هنا كده. طب قول، هيقعد يسالنا سؤال، هو ازاي انا هتعامل مع الفورمه دي في الكود بتاعي؟ يعني مثلا انت ايه، انت قلت لي لما ادوس عليها مرتين كده زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، ده الحته اللي انا هكتب فيها، ازاي اوصل بقى للخصائص دي؟ تعال كده عند الخاصيه بتاعتك او التول بتاعتك، انزل كده تحت هتلاقي حاجه اسمها النيم في الديزاين، في خانه الديزاين هتلاقي نيم. النيم ده هو الاسم اللي احنا هنستخدمه جوه الكود بتاعنا. فمثلا اول واحده دي اللي هي بتاعت اليوزر نيم هنستخدمها اسمها تكست بوكس 1، الباسورد تكست بوكس 2. طبعا انت ممكن تغيرها، يعني احنا ايه فين الديزاين، ديزاين 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 ديزاين، الديزاين بتاعها راح فين فين فين، ايه ده، ايوه اهي ديزاين تكست بوكس 2. ممكن انت تغيرها، تقول مثلا، نقول ايه مثلا باس وورد اندرسكور مثلا تكست، وفي اليوزر نيم بتاعنا يوزر اندرسكور تكست. ممكن بقى تغير في الادوات دي براحتك عادي، كل اداه ليها النيم بتاعها. ولو مثلا احنا هندوس على اللوجن دي لان ده اللي احنا هنتاكد منه من المعلومات، نشيل دي كده خالص. هنقول مثلا اف لو الباسورد او باسورد تكست باسورد تكست، عشان توصل بقى للتكست بتاعته. خلي بالك احنا مش هنقول باسورد تكست بيساوي حاجه، لان هنقول باسورد في كذا خاصيه، الخصائص جوه عشان توصل ليها هي باسورد اندرسكور تكست دي. لو انت خدت في البوينترز انها بتبقى بالعلامه دي، فانت اي خاصيه هتكون على الفورم هتكون بالعلامه دي، الا بعد شويه، الا شويه خصائص كده انا هقول لك عليها ان شاء الله في الدوره دي. فانت لما بتكتب العلامه دي اللي هي السهم دي هتجي تطلع لك كل الخصائص بتاعتها. فين بقى الباك جراوند بتاع، لو مثلا لو احنا دوسنا على الزرار عايزين نغير الباك جراوند بتاع ده التكست بوكس، فين باك كلر، عايزين نغير الباك كلر هشرح لكم باذن الله. بس احنا عايزين التكست، لو التكست خلي بالك انت ممكن تغير التكست، يعني الخاصيه دي انت ممكن تغير فيها وممكن تعمل جيت منها. يعني مثلا ايه، لو احنا قلنا مثلا ايه باسورد اندرسكور تكست، التكست بتاعها هنقول بيساوي مثلا اسم محمد مثلا كده، هو هيحط في التكست بتاعت محمد. لو قلنا مثلا الباسورد اندرسكور تكست بتساوي، بنساويها بحاجه بترجع لنا القيمه اللي في الموجوده اصلا في التكست دلوقتي او في الحقل بتاعنا دلوقتي. فلو مثلا لو قلنا ايه مثلا هي بتساوي مثلا ايه محمد مثلا 1 2 3 4 5 و اليوزر نيم بتاعنا اليوزر اندرسكور تكست، الخاصيه التكست بتاعته بتساوي مثلا قول محسن محمد مثلا محمد، ننزل كده تحت هنقول له مثلا ايه مسج خلي بالك. هنا يا جماعه هي دي هنا ارشادات، ان هو بيقول لك ايه، يعني مثلا المسج بوكس دي بتاخد سيستم سترنج تكست، تاخد سترنج قيمه سترنج دي ديسبلايز مسج بوكس ويز مع سبيفيك او سبيفيكي تكست، ان هو التكست بتاعك اللي هيظهر. مثلا نكتب مثلا كوركت، كوركت صحيح، ونقفل كده else
لو مثلا نضيف بقى شويه حاجات كده، مثلا هنغير مثلا الباك كولر بتاع الباز اليوزر نيم والتكست. مثلا لو انت ايه مثلا عايز ان احنا بلاش بقى الباك كولر دي هنشرحها بعدين، بس احنا احنا عايزين ايه مثلا نرجع الباسورد بتاعنا والتكست بتاعنا، نرجع الحقلين دول للديفولت تكست بتاع اللي هو الفاضيه. هنقول ايه التكست بتاعها كده بيساوي قيمه فارغه. كنترول سي كنترول في كنترول في. ايه يا عم بتاع كده، هنعمل البرنامج بتاعنا رن. يس نكتب مثلا كده، خلينا نكتب مثلا احمد، مثلا نكتب مثلا 1 2 3 4 مثلا لوجن انكوريكت. اوكي انا مثلا خليها محمد بقى، محمد 1 2 3 4 5 لوجن كوريكت. اوكي رجع لنا تاني بتاع الحاجه دي. طبعا هو ايه احنا لما هو بيبدا ينقل على الاسطر بتاع يعني بينهي داله الشو دي، بينهيها لما انت تدوس اوكي او بتقفل الرساله خالص، ده بقى بيبدا بقى ينزل على اللي بعديها. طب واحد هيقول لي طب انا مش عايز الباسورد بتاعي يبان، يعني احنا مثلا بنلاقي ايه في شويه في المواقع كتير ان الباسورد هنا ما بيبانش، بيبقى على رموز كده وحروف ما بتبانش. طب ازاي احل المشكله دي؟ هتيجي هنا عند الخصائص بتاعتها، برده كل حاجه في الخصائص هنا ما هتلاقيها كلها. هنلاقي هنا ايه باسورد، هنلاقي كده كده خصائص اسمها باسورد. راح فين باسورد؟ باسورد مالتي ساين موديفاير ايوه باسورد تشار. هنا باسورد تشار دي مثلا هنحط مثلا ايه هاش، دوس انتر. تعال كده اعمل ران. يس استنى شويه كده. تعال كده ايه نكتب محمد، محمد تمام، نكتب اي حاجه. بص زي ما انت شايف يا جماعه ايه اتحولت للهاش. نفس الكلمه برضو، يعني احنا مثلا لو كتبنا 1 2 3 4 5 ودوسنا لوجن كوريكت اوكي وبس. ده خلص ده الدرس النهارده يا جماعه، ونلقاكم درس اخر ان شاء الله. تابعوا الدوره عشان هننزل حاجات برضو قريب. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.